بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أبا عمي كرو بارن صو محمد صلى الله عليه وسلم لجن طريقة النماذج بنوشة تسكبارن. الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يخرج إلى الصلاة وهو جاهز يصلي، يعني يتوضأ في بيته. نعم. صحيح كرو يو هو كي مسلم لي أبنا غار بات التهارت بر أثا وزو بر يعني لا يؤخر الطهارة والوضوء إلى أن يصل المسجد. الأولى والأفضل والأكمل أن يتطهر في بيته ويخرج إلى المسجد يلبس أحسن الثياب، يمشي وهو الأفضل أو يركب لا إشكال، يمشي إلى المسجد في سكينة في الهيئة وقار في الحركات، يعني الآن لا يأتي للمسجد وهو يهرول أو مشمر مثلا أو يرفع الصوت بالكلام. نعم. مسجد عمد أكري قل نرم چلنے آن پڑھا یہ تو ہے کہ بھاگتے دوڑ دے وا یہ تو لگتا ہے کہ جنگ کرنا چاہتے ہیں جس طرح تو حالت بنا رہا ہوں ہے آرام سے آن پڑھا اذا دخل الى المسجد يترك الدنيا خارج المسجد لا يدخلها معه الى المسجد مسجد میں داخل ہوا پچی دنیا بھی جو مول سکتے سن مت کے لیے سب پچھاڑی چھوڑ مسجد میں آن پڑھا يحرم البيع والشراء في المسجد مسجد میں خرید و فروخت حرام کر دیا ہے. طيب المسلم يستقبل القبلة عندما يريد الصلاة، يستقبل مكة. جب نماز کو لگی ہمیں یہاں آئے ہو بین سو تو ہمیں لے قبلة طرف اپنو قبلة طرف فرق ہمیں اوبین اوپر سو النظر دائما نظر المصلي دائما في الصلاة إلى موضع السجود نماز پڑھنے مال سے کوئی نظر ہمیشہ اللہ سجدہ کرنے ٹھاما رکھنے پڑھنے مجھے يعني لا يلتفت في الصلاة ولا يرفع بصره الى السماء ما في تيرا بني تاو کو اٹھا رہا اسمان تیرا نہ ہے قبلہ طرف او میرے فرق کی فرق رہا ہو نہیں يكبر يجعل الاصابع مضمومه وباطن الكفين جهه القبلة را تکبیر تحریما یعنی اللہ اکبر بندہ کے لیے ہمرو جن حد کے لا سات کیوں قبلہ طرف فرق کو نہ پڑھ یا ضم هكذا حلوى الاذنين او المنكبين हातले एकदम सिधा पारेर कि त कन्दासम्म कि त दुईटै कानको लौसम्म मान्छेले हात उठाउनु पर्ने छ वा मिन अल अख्तान युफरिज यदैहा कला र गलत कि मान्छेले एकदम यस्तो आउँदा पाँच एउटा फर्का एकदम अलग अलग गरेर दुध बनाएर यस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन आउ या मस्ह मतल उذرين خطا वा यस्तो लाग्छ कि तर्को सम्म त जाँदैछ यो पनि ठीक हैन نعم او يكبر هكذا يجعل باطن الكفين جهه الخدين واشتراك تجي هات قال اكثر فكار الله اكبر بندي شتي فن ठीक है لا يضم اليدين هكذا حذو الاذنين او المنكبين قائلا ان الله اكبر الله اكبر بندي مانشي لي اپنو هات एकदम हाथ केला पश्चिम तर गर तर्फ गरेर कान सम्म वा कांदा सम्म हात उठाउनु पर्ने هكذا او قبو هكذا على صدري कि त मान्छेले यस्तो हात मात्रै राख्ने बायाँ हात माथि दाहिने हात राखी वा बायाँ हातलाई समातेर फेरि सिनामाथि हात मान्ने केही मान्छेहरू नियम मतलब सिनामा राख्दैन वा काहीँमा राख्दैन हात छोडिदिन्छन् वा केही मान्छेहरू आफ्नो कोहनीसम्म मात्र उभिहाल्छन् وبعض الناس يضعون على نحره كي ما انصروا اپنا گھاٹی سے مادر ہوتی ہے جن کے بنتی ہے او يدي على خاصرته وا كي ما انصروا اپنا کمر میں ہاتھ رکھ رہے ہیں یہ بنتی ہے لا يضع هكذا واضع او يقبض هكذا قبض لازم سكي ما انصرے دائنا ہاتھ بایاں ہاتھ ماتھی یعنی ہاتھ کیلا دائنا ہاتھ کو اکیلا بایاں ہاتھ کو اکیلا ماتھی رکھنی تو وا تسلی سمات ثم يستحب له ان يقول دعاء واحد من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا سنة تسبسي اسلي جن دعاء افتتاح سن يعني نماز شروع کرنا شروع ما جن دعاء سن تسمت دي كوني پني اوتا تسمت دي دعاء سن جسمت دي كوني پني اوتا دعاء اولي فرصا يو سنة تعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام جستك دعاء بطانو بشكل لك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك يو دعاء جسلا ياتا يو پرنا سكتا وطاقو كوني دعاء ياتا يو پرنا سكتا ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ثم يسمي بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة لا بد أن يقرأ الفاتحة كاملة एकदम जरूरी सर कि सुरु फातिहा कामिल पढ़नी आधा है ना आधा अधूरा है मुरत्तबा तरतीब के साथ بجميع الآيات والحروف والحركات इसको शब्द अरु अलग छुट्याई एकदम इसमें मिला रहा है ना कि बुझने ना सकियोस र इसको जो हरकत जो इसको जबर जेल पे सब जेल लाइक प्रश्चायर पढ़ने पर فإذا انتهى يقول آمين أي اللهم استجب जब सुरु फातिहा पढ़ी सकता तो उसने आमीन भन्नु पर्छ जसको अर्थ हो कि या अल्लाह हाम्रो यो दुआ कबूल गर्नुहोस् ثم يستحب له ان يقرا ايه فاكثر او سوره من القران त्यसपछि मान्छेको लागि मुस्तहब हो कि कुरानको कुनै पनि एउटा आयत कम से कम वा कुनै सुरत पढ्नु نعم ثم يكبر كما كبر في تكبيره الاحرام الله اكبر ويركع त्यसपछि उसले अल्लाह अकबर भन्ने हात उठाउँदै र रुकु गर्नु يجعل يقبض على ركبتيه اسلامنا دويتي هات غورا ما في راكي ويجعل المرفقين ممدوده لا يثني المرفقين لان لو ثنى المرفقين انثنى الظهر مانشلي आफ्नो दुईटै कोनीहरुलाई सिधा राख्नु पर्छ نعم يقول في ركوعه مره واحده وجوبا سبحان ربي العظيم रुकुको जुन दुवा छ सुभान रब्बियल अजीम यो कम से कम पनि एक म एक चोटि पढ्न अनिवार्य छ जरुरी छ व इस्तहब लहु अन यजीद र यो मुस्तहब हो कि त्यो भन्दा बढी पढ्न सक्छ सुभान रब्बियल अजीम सुभान रब्बियल अजीम व बिहमद सुबहु कुद्दुस रब्बिल मलाकत वर रूह सुभानक اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم जुन अरू दुवाहरू छन् जस्तै सुभान रब्बियल अजीम सुबहु कुद्दुस यो जुन दुवाहरू अरू जुन छन् त्यसमा त्यो दुआहरू पनि उसले पढ्न सक्छ जुन उसलाई याद छ نعم والان وهو راكع بين الركوع وبين الاعتدال يرفع اليدين يقول سمع الله لمن حمده فاذا استقام قال ربنا ولك الحمد अब मान्छे रुकुबाट उठ्दाखेरि सबभन्दा पहिला उसले समि अल्लाह लिमन हमिदा भन्ने र नरम चालले उठ्ने र त्यसपछि उसले भन्छ ربنا ولك الحمد الرفع يرفع مع رفع اليدين سمع الله لمن حمده धेरै मान्छेहरूले यो गल्ती गर्छन् कि पहिला एकदम सिधा उभिहाल्छन् र उभिसकेपछि बल्ल भन्छ समय अल्लाह लिमन हामिदा यस्तो सही छैन मान्छेले असलमा रुकुबाट उठ्दाखेरि नै समय अल्लाह लिमन हामिदा भन्दै उठ्ने हो माथि एकदम बराबर भयो لا يثني المرفقين ولا يطاطئ الراس ولا يرفع الراس يجعل الراس على استقامه واحده مع الظهر मान्छेले हातलाई एकदम सिधा गरेर घुँडा समाते राख्ने यो रुकुमा र त्यसले आफ्नो पिठी पनि माथि उठाउने होइन र टाउको पनि माथि उठाउने होइन र टाउको तल पनि एकदम गर्ने होइन نعم لا يثني المرفقين لا يثني المرفقين आफ्नो जुन نعم عندنا أكثر مشكلة في الركوع والسجود في من يصلي في البنطال إذا انكشفت العورة من هنا بطلت الصلاة يدي الآن أكثر إشكال عندنا في من يصلي في البنطال عندما يركع ويسجد إذا انكشفت العورة من هنا بطلت الصلاة धेरै मान्छेहरूले रुकु गर्दाखेरि जुन कपडाहरू छन् त्यो कपडा यति छोटो हुन्छ कि उसको शरमगाह देखिहाल्छ यस्तो भएपछि मान्छेको नमाज बाँकी हुन्छ त्यो नमाज माने हुँदैन نعم او اذا ثنى هنا المرفقين انثنى الظهر ومانشي आफ्नो टाउको एकदम जमिनमा गाडीहरू रुकुमा आउँदाखेरि त्यो पनि ठिक छैन او بعض الناس لا يقبض على الركبه يقبض هنا هكذا ليس بركوع ومانشي पुरै रुकुमा पनि नजाउ सरकार रुकुमा गएर टाउको यसरी माथि उठाएर او يركع ينخفض اكثر من الركوع ايضا لا يصح واقدم झुकेर यस्तो लाग्छ चाहिँ पछाडि त हेर्दै छ जस्तो पनि يمد المرفقين ويجعلهما على استقامة واحدة مع الرأس رفيق तथा उसको टाउको एकदम बराबर लेभलमा हुनु पर्छ يقبض على ركبتي لحات لي आफ्नो दुईटै घुँडा समाति राख्नु الان وهو راكع بين الركوع وبين الرفع
مع رفع هكذا يقول سمع الله لمن حمده من سي بدي قرده كده سمع الله لمن حمده بنو برصة يوهنه كوتر بنو فإذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد من سي لي ركو بات قرده كده تي قوتي راكي كو حالتنا ولي سمع الله لمن حمده بني ربطيو باني سكبتي جب سيدا بيالسا تبعو اسل دعا باني ربنا ولك الحمد نعم عندنا أيضا إشكال في الوقوف الآن الوقوف لابد أن يجعل الرجلين نعم على استقامة واحدة مع البدن مع نشد النماذ مع قبيلة وصبارتا تبدي بلا جاي يوبين جنوس كو استيتي ستسمع بنا جلي غلطي على غلطة مع نشد كي غلطي أحنا كاها كو برابط كنتا لأي بايدا لأن عندنا على الرجلين على استقامة واحدة مع البدن نعم الآن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وجوبا ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لربي الحمد لربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها وغير هذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسجد الآن على الأعضاء السبعة لابد يمكن سبع أعضاء أن تسجد على الأرض أصابع الرجلين ويحذر أن لا تنكشف العورة وهو ساجد يجعل يضم الرجلين نعم وباطن أصابع الرجلين على الأرض उसले आफ्नो खुट्टाको औँला ठाडो किब्लातिर गरेर राख्नुपर्छ जोडेर राख्नुपर्छ दुईटै खुट्टाको يجعل الأصابع مضمومة الأصابع مضموم يضم الأصابع إلى القبلة उसको औँलाहरू किब्लातिर गर्नु पर्छ نعم عندنا أخطاء بعض الناس يجعل الرجلين هكذا خطأ أو يرفعهما أو يضع إحداهما على الأخرى لا هذا كله لا يصح لابد أن يضع باطن أصابع الرجلين على الأرض يصلي स्थिति जुन छ यो सब गलत हो मान्छेले आफ्नो खुट्टाको औँलालाई किब्लातिर गरेर दुईटा खुट्टाको जोडेर राख्नुपर्छ يقول مرفوع قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي र त्यसपछि उसले एकचोटि भन्दा बढी भन्यो भने यो मुस्ताहब हो जस्तै अरू दुआहरू छन् सुब्रमण कुद्दोस दुआहरू जुन दुआहरू छन् त्यो उसले पढ्न सक्छ ايضا عندنا بعض الناس يضع المرفقين على الارض धेरै मान्छेहरूले आफ्नो पुरा हात आफ्नो पुरा हात कुनी समेत पुरा जमिनमा बिछाइदिन्छ त्यो पनि ठिक त्यसपछि अल्लाहुअकबर भनेर मान्छे نهايه الركبه اول الركبه يعني نهايه الفخذ مانشرلي اپنو ہاتھ اپنو غورا تصرف رکھنے پر تو بندہ طرفن یہ نہ ماتھ پہ هذه الجلسه تكون في جلسات الصلاه كلها يستي جلسه يعني جلسه من في استيتي لاي یہی جلسه یہی استيتي اپنو نماز میں رکھنے پر مانشرلي الا الصلاه الثلاثيه والرباعيه في التشهد الاخير يتورط जुन नमाज तिन रकातको छ यस बाहेक वा एक रकातको जुन नमाज छ त्यस बाहेक यसलाई نعم يتورك بأن يخرج اليسرى اليسرى من تحت ساق اليمنى نعم त्यसको स्थिति यानि चार रकातको जुन नमाज छ त्यसको अन्तिम तशहुदको स्थिति अलगै छ त्यसले आफ्नो बायाँ खुट्टा दाहिना खुट्टाको तलबाट निकालेर राख्नुपर्छ त्यसको हामी बयान गर्छौँ या जिले सारा रजलाइन हाकान खता दुईटा खुट्टा दक्षिण दिशामा बसिहाल्छ यो गलत आऊ हाले नुसरा जाला हाकान
اليمنى نعم خطا صح دوتي خطا کو بیچ میں اپ بس خطا دوتي تو چھ دن کے بیچ میں اپ بس ہے تو پانی بھر او اوا جی شاکر دا ایضا دوتي خطا الگ الگ گرے خطا کو جو پیسہ لا سا تو دوتي تر فرق کرتے ہیں بس نعم لا يجوز يجلس الجلسه الصحيحه هكذا نعم صحیح طریقہ کی ہو جو نام نے بتایا کہ دائنا خطا کو اولا يقول بين السجدتين مره واحده رب اغفر لي دیکھیں سجدہ کو بیچ میں ایک کو کم سے کم رب اغفر لي بننا ضروری ہے وہ لا يجوز بدع رب اغفر لي ضرورت رہی رب اغفر لي والی والدی یہ حالت نہ پڑھو یہ بدع تو یہ پڑھو دے نہیں نعم ثم يسجد سجدہ جس پر جملے سجدہ کا سوچ يحلق باصبعيه ويجعل السبابه يشير بها للقبلة اس لیے اپنا اورا کو گول دائرہ بناؤچا بیچ میں اولا اور بڑی اولا تتس پچھے سبابا اولا جن چھا نعم يقرأ التشهد التحيات لله جن تشهد و تحيات کو جن دعا رسل پیو پڑھ دے گرنی والصلاة الابراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم علیہ السلام ماتی صلاة و سلام پڑھنی ثم يستعيذ بالله من اربع يستعيذ بالله من اربع اشياء يتعوذ بالله يستعيذ اللهم يقول اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم جن چار وٹا دعاں بتائیے کو ساتھ جو چار ہی وٹا کرو وٹا اللہ تعالی کو پناہ مان طيب يسلم بعد هذا براس فقط يسلم بالراس فقط تسبت للسلام تدي اور اللہ تعالی کو مدد کرم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله براس فقط نعم ابو تاوغو دي ترغما انا بالله سلام سلام بنيو تاوغو اوست مدري اشاره المدري بعض الناس يسلم هكذا السلام عليكم ورحمه الله هذا لا يجوز نعم او يسلم باليدين يحرك اليدين او يضرب ادري ما انت لي هاتھ کو اشارہ لے پانی سلام کرسن وہ ہاتھ لے کٹا مت نام او يطاطا الراس هكذا يقول السلام عليكم يطاطا الراس هكذا ويسلم لا يجوز ايضا وتاو کو ہلا دے منچلے سلام کرتا فاذا انتهى من صلاته ماذا يصنع اب نماز ما سلام پھر سے پچھلے پھر کے گا